ازيك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. نعم ايه متكلم؟ انت عايز تسجل؟ طب اسال. طيب انا هسال لسه. انت تعرف سيرجيو راموس يا حاج؟ ايه؟ تعرف سيرجيو راموس؟ شير البرامج؟ لا سيرجيو راموس لا معرفوش. من اقوى مدافعين ريال مدريد. طبعا هو ده محدش يعرفه دلوقتي، ما اتشهر دوت، شهر دلوقتي شهور عالمية. لا ما اعرفش عنه حاجه بصراحه. انت مش عارف سيرجيو راموس اصلا؟ لا. ازاي؟ لا اقول لك وانا مش عارف. تعرفه منين؟ هو اللي منين؟ من الماتش. مين سيرجيو راموس؟ سيرجيو راموس ده احنا معانا لينا معاه طور كمصريين كلنا. يا نهار ابيض. مين؟ مدافع ريال مدريد كسبنا كابتن اسبانيا. كسبن ايه يا عم؟ ركز كده. ايه اللي لسه كسر محمد صلاح امبارح؟ طب انت بتضحك ليه؟ ده كسر الراجل ابننا. لا ابننا. بقول لك ايه ابننا. هو مدافع حلو بس غلطاته كلها بتبقى بتعمد. كان متعمد انه يكسره. ده هو انا في دماغي ان هو يبينه مخطوط لكن يكسر محمد صلاح. مش مقصوده، لكن هي بعد ما نزل صلاح على الارض بقت مقصوده. بمعنى لا فهمني بقى. طب زيدان هو اللي ليه دخل في الحوار ده؟ واللي مكتتة زيدان واللي وصاحب الفكرة كريستيانو رونالدو. انت معانا ولا هي ايه؟ هي كل الحكاية ان الراجل بيأدي الواجب الدفاعي بس اتغاشم شوية. انت مدريدي؟ لا لا لا. هي كلعب كورة هو معروش قصده، هي بتبقى عادي كلعب كورة مع بعض. يعني انت شايف ان دي عادي؟ ده الواد واخد دراع تحت باطه ونازل بيه. خلونا نشك ان الكوره بقت مبقناش واثقين فيها. حسسونا ان بقت مافيا يعني دلوقتي، ما بقتش غره. طيب سيرجيو راموس المدافع الكويس ده كسر لنا الواد اللي حلتنا امبارح. لو هتدعي على سيرجيو راموس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه تعالى لي بقى كده، انا عايز دعوه حلوه لسيرجيو راموس بما اننا في شهر رمضان. انت دعيت في سرك ولا ايه؟ ربنا ينتقم منه. زي ما اذانا في محمد صلاح. ربنا ان شاء الله يبتليك بمهاجم يعلمك يعني ايه الكوره. يهينه بس يهينه يهينه في ميسي. ما ميسي كان بيهينه. ميسي ورونالدينيو كان بيهينه برضه. كله بيهينه، اللي ليه في الكوره واللي مالوش في الكوره. بما اننا في شهر رمضان بقى. طيب انت طيب يا حبي، عايز دعوه حلوه كده على سيرجيو راموس. حسبي الله ونعم الوكيل. ما حدش حاول يجيب حقه يا جماعه. صح صح ولا غلط؟ لا صح. بس طب لو بما اننا ممتاز. فاكر ان انت بتعرفه ده الهجان. طب ده نعمل له ايه دلوقتي؟ نجيب نقطع بقى راموس ده صليبي، نقطع له رجله اي حاجه نختاله. مش عايزينه تاني في الرياضه دي. انت بتشجع الريال اصلا؟ لا. انت ادعي من قلبك يا اخي، ما انت ما بتشجعش. ربنا ياخده، والله ما عايزينه تاني. دعوه حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا مش عايز ادعي عليه عشان مراته الصراحه. ليه؟ مراته حلوه. طب مراته مالها بالواد؟ ما هو مراته حلوه بس الواد بتاعنا اتعور. الله يسامحه، الواحد ما يقدرش يشتم. احنا في رمضان الله يسامحك. يعني هو يعور الواد في رمضان واحنا ما نشتموش في رمضان؟ الله يسامحك الله يسامحك. انت طيب قوي. مسامح كريم والله. مسامح كريم وانت في برنامج الصدمه؟ نعمل ايه؟ تعور الواد. ابقى يتكسر زي ما كسر محمد صلاح. ايوه كده. وانت ايه؟ ادعي عليه دعوه حلوه. لا ما ادعيش لان هو ملوش ذنب، ده لعب كوره يعني. طب امشي اطلع بره. اطلع بره يا امشي. مش انت مجنون؟ امشي يا. انا اتمنى له فعلا فعلا ان هو يتصاب نفس الاصابه وما يلعبش كاس عالم عشان يحس فعلا ان في كان ممكن يضيع حلم 100 مليون. ده امي في البيت كان هيجي لها سكته قلبيه والله العظيم. انتوا عارفين ان احنا لو صعدنا دور ال 16 ممكن احتمال كبير جدا نلعب اسبانيا ان شاء الله بقى ويخلص طاره من سيرجيو. عارف مين بقى اللي يخلص طاره بقى من عندنا؟ هتقول عندنا يا رب بس يلعب احمد جمعه بتاع المصري ياخده معاه. احمد جمعه ده يقتله. طارق يقوم بالواجب بقى حبيبي. طارق ده صاحبي حبيبي. طارق حامد مش هيسيبه. طارق حامد مش هيسيبه ولا احمد فتحي. كاس العالم بص صلاح ليه؟ ما هو ان شاء الله يلحق. طب لو ما لعبش كاس العالم احنا بنلعب ازاي؟ 1 2 ارمي لصلاح. هنرمي فين بقى في الاوت؟ قول لي. دي تمام مشكله. هنرمي فين؟ تقول ايه بقى لمحمد صلاح؟ وجه له كلمه. نقول له بقى ربنا يشفيك بامر الله يا ابو مكه، ترجع علينا بالسلامه. انا ممكن اقول له بحبك. استنى هو كده كده او كده. ان شاء الله تقوم بالسلامه. لا بص وتغيظ وتغيظ اعدائك. ما هو اعدائه اللي هم كسروه. قول لصلاح الف سلام عليك. وربنا ربنا رجعك لينا بالسلامه ان شاء الله. وبعد كده بقى صح بقى انت حبيبي وكل حاجه وفخر مصر بس الوقعه برده قوم اديله يعني يا اخي انشف كده حبيبي يعني صراحه. ربنا يشفيك وربنا يقف جنبك عشان انت اللي بتعمله خير لمصر وللناس. احنا عايزينه بس يرجع لنا بالسلامه المنتخب تاني، احنا مش عايزين اكتر من كده. ربنا يقويه الصراحه. انت فخر العرب ودموعك دي غاليه علينا والله. ان شاء الله ربنا يشفيك وان شاء الله هتعمل اكتر انجاز عمله مصر في كاس العالم. فخر العرب مو صلاح ايجيبشن كينج. ماتش روما ما شمتش نفسها وجابت الجونين
غير لما محمد صلاح طلع. ريال مدريد ما شمتش نفسها وجابت اهداف غير لما محمد صلاح طلع. محمد صلاح دلوقتي عامل رعب في العالم مش في العرب، في العالم. انا زعلان والله، والله زعلان، ونمت النهارده وصحيت النهارده بالعافيه والله العظيم، رحت الشغل متأخر. لا دي مشكلتك كل يوم، ما تربطهاش بصلاح. والله كنت مقتنع ان النهارده الجمعه مش عارف ليه، والله والدتي بتصحيني الصبح حتى اقول لها النهارده الجمعه بتصحيني ليه؟ طب ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ بفضفض يعني. عادي عادي.